مرحبا، تحياتي لكم احبابي. هنبدأ شغله جديده، هنعمل فلوج يومي، والفلوج اليومي ما حقدر اعمل له اديتنج كتير ديو للتايم اللي عندي، لانه كل يوم في عندي شغل. فححاول اكون معكم كل يوم بنصائح عامه، لكن من عدا ما اعمل مونتاج كتير على الفيلم، لانه حياخذ مني وقت، وبياخذ بالعاده 5 لـ 6 ساعات المونتاج، فما هذا الوقت غير موجود. فحيكون في افلام سريعه يوميه بتحكي عن الحياه في كندا. دخان، شلون دخنت لمده 20 سنه وبطلت الدخان؟ شلون كنت مدخن من انا وصغير عمري 13 سنه وبطلت الدخان وصار لي موقف دخان لمده 7 سنين متتاليه بدون اي نفس سيجاره، ومن حوالي 2 سنين وقفت الارجيله نهائيا؟ شلون؟ تابعوا معي الحلقه مشان نعرف اكثر.